خدش بطولة من صن داونز. لا اتغلب من صن داونز، هي البطولة الوحيدة اللي خدها صن داونز من الزمالك لما كسب الزمالك وخد منه صحيح. البطولة. لكن طيب. انت تتمنى التوفيق لكل الفرق طبعًا. وتتمنى التوفيق لفيوتشر على فكرة. لو الاهلي ياخد البطولة هنا والزمالك مثلا او مودرن ياخد البطولة هنا يعني ما هي وتلعب سوبر افريقي مصر فرقتين مصريين تتمنى لهم التوفيق. طيب ناخد نمبر 1 معاك يا كابتن. فقط نمبر 1 افضل مدافع في جيل التسعينات بالاهلي وشير حنفي عمرو الحديدي سمير كمونه. بس عمرو الحديدي رفع لك عاجبه ازاي؟ اوعى بقى ومشير حنفي استشيخ لكده فيه. لا الثلاثه فعلا من احسن المدافعين اللي كان ده في الاهلي. خلي بالك بس طبعا. طبعا كان في لا هم الثلاثه لا الثلاثه احسن من بعض لكن يعني في كمون اختار لي واحد. كمون كمون رفع لك حاجبه والشنب بص هيحبسك. افضل لاعب وسط في الاهلي يا كابتن مجدي عبد الغني كابتن نادي خشبه كابتن حسام غالي. يعني عاوز اقول لك كل جيل وليه طريقه لعبه لكن انا لعبت مع الاثنين مع كابتن مجدي والكابتن هادي. انا اختار كابتن مجدي. مجدي عبد الغني طبعا. ايوه عشان ما يطلعش يقول لك لا كان بيجيب جوان ده كان شويه. لا يطلع فين ما يطلع حريف. براحته انت حريف كابتن مجدي. كابتن مجدي كان بيأدي كان بيأدي استنى قاعده بقى. طيب الافضل لقياده هجوم الاهلي في المباراه القادمه. يمكن سالتك السؤال ده في وسط الحلقه. لو زي ما انت قلت يا فاروق لو وسام ابو علي سليم 100% هيبقى سليم. بس يعني واحد راجع من اصابه بقى له مثلا لو مش هو يبقى لك انا بكلمك مستقبلا وسام ابو علي اللي يبقى موجود. لا في الماتش اللي جاي. لا الماتش اللي جاي كهربا بس لو انت لكن لو سليم وسام ابو علي. طيب. وسيم يعني سليم. طيب. فيهم في يلعب الافضل لحراسه مرمى منتخبنا الوطني في المباراه الاولى امام نيوزيلندا ابو جبل عواد شوبير. انا شايف عواد. عواد طيب برضه لا تتوقع ان سعيد مستواه مع كابتن حسام حسن محمد شريف ولا اكرم توفيق ولا هاني. يعني شايف ان بعد اللي انا بشوفه محمد هاني. ايه اللي انت شفته بقى؟ ان انت خلاص يعني انتقد يعني الانتقادات الفتره اللي فاتت وكابتن محمد مركز لا خلي بالك ما هو لو هاني ما تألقش في الفتره دي يبقى ما يلومش الا نفسه. طيب افضل صفقه في الانتقالات الشتويه عمر كمال عبد الواحد الاهلي ناصر ماهر الزمالك معتز زدام للمصري. لا معتز زدام ده عامل شغل كويس جدا مع النادي المصري يا فاروق فانا اختار اختاره مش ناصر ماهر يعني. لا اختار معتز زدام. طيب بعدت عن الاهلي والزمالك يعني افضل اداء للمنتخب يعني منذ رحيل كابتن حسن شحاته كان مع كروش ولا مع برادلي ولا كوبر. لا يمكن مع كروش. مع كروش. تمام. كوبر اللي وصلنا كاس عالم يا عم جوه كوبر ايه وصلنا كاس عالم لكن ما كنتش بتلعب كوره. تمام بس هو عارف امكانياته بس يعني ما انت بقول لك كنت بتلعب بالدهب ولا ده ولا ده بقى, بقى الله يرحمهم الله يرحمهم الثلاثه حبيبي كابتن ابو الدهب نورت شرفت طبعا وقتنا بيبقى سريع في رمضان لكن كل سنه وانت طيب وان شاء الله اكيد طبعا بنتجمع على خير في الشهر الكريم ده ان شاء الله. زميلي اسلام صادق هيكون معاكم بكره بامر الله.